مغربنا مغربنا وطننا وحبيبنا مغربنا مغربنا وطننا وحبيبنا يا ربي تحفظوا وتصونوا الله ينصر سيدنا مغربنا 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 وطننا وحبيبنا مغربنا مغربنا وطننا وحبيبنا يا ربي تحفظوا وتصونوا الله ينصر سيدنا مغربنا نصره الله وأيده عرش الأسدابير والبيانين نلتمس من السيد عامل أمانة المحمدية التفضل لتوشيح الموظفين والموظفات المنعم عليهم الأستاذة زامنة سوسن صفتها مفتشة بقطاع المديرية الإقليمية لوزارة وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة سيد الجعفري الحسان ملحق الاقتصاد والإدارة بثانوية المغرب العربي في المحمدية وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى السيد رشيد أشهو حارس عام بإعدادية المحمدية
استحقاق الوطني من الدرجة الأولى السيدة آمنة السعيدي ملحقة تربوية بالثانوية الإعدادية المحمدية. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى السيد عبد اللطيف من الزبرية أستاذ بمدرسة الفرزدق بالمحمدية. الأستاذة عائشة قدور وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى مقر عملها مدرسة الفرزدق بالمحمدية. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى الأستاذة كنتون عبد الله أستاذة بمدرسة البيروني بالمحمدية. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى الأستاذ محمد القاسم أستاذ بمدرسة الطبري بالمحمدية. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى السيد محمد الوسكي أستاذ بمدرسة سهام بالمحمدية سهام جوج بالمحمدية. شكرا لك. المسألة الصراع على اسم تصفية الفسادات السياسية إلى حد الإضرار لمصالح المواطنين. فتدبير الشأن ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والإثمية وعن الخطابات الشعبية وعن استعمال بعض المصطلحات القريبة التي تسير للعمل السياسي. إلا أن ما لاحظنا تبديل الأفضل الفاعلين لمنطقة الربح والخسارة للحفاظ على رصيده السياسي أو تعزيزه عن حساب الوطن وتفاخر الله. إن تراجع الأحزاب السياسية ومنزلها من انهيار الدولة عن قصد وصد إصرار أحيانا وإصرار بين بلاد مصداقية والقيادة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأثير الأوضاع. وأمام هذا الفراغ المؤسس المؤسس والخطير وزادت القوة الأممية نفسها قوة لوزن مع السلف فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر وضبط النفس والتزام بالقانون للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامتهم. وبالحق الغالب بل من واجبهم أن يفتخروا بأمنهم وراء أقولها بدون تردد أو منكر النص إذا كانوا أدرى
الأمنيين لا يريدون انشراف ذلك أو يفقدون عفون الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم. سامي العزيز، إن النموذج المؤسسي الوطني إلى أرض منتج سياسة المنتج السياسي المتطرفة، إلا أنه يبقى في وطنه حبرا على الورق، والمشكلة يكون في التطبيق على أرض الواقع. وإني أحرص كل الحرص على احترام المختصات والمؤسسات وخصصها، ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهام سوريا تسهم في ضمان أمن البلاد واستقرارها وسيادة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم. وفي نفس الوقت فإننا نقبل أن نتراجع على مقياس الديمقراطية ولن نسمح بأي عقلة يعني المؤسسات والدستور والقانون والحال والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل. وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار من أحد، ولو أن يبرر أجله بتقديم أسطوانات يمنعونه من القيام بعمل فالأجدر به أن يخدم استقالته التي لا يمنعه منها أحد. فالماضي يجب أن يبقى فوق الجريمة فوق الأحزاب والانتخابات فوق المناصب لذلك. شادي العزيز، إني أعتز بخدمتي حتى آخر رمق، لأنني تربيت على الوطن ولا خدمة المعرفة، وأعلم الله على مواصلة العمل الصادق وعلى التجاوب مع مطالبي تحقيق تطلعاتي. اسمح لي أن أعبر عن خلصة شعوري وكل ما يخالف صدري بعد 18 سنة من تحمل أمانة قيادتي، لأنه لم يكن لي أن أقضي عن قبائل النساء التي تعرف حق المعرفة، ومن واجبي أن أقول لك الحقيقة وإني سأكون مخطئا في حقك.